أعلنت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت بدء الخطوات التنفيذية لمبادرة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية. وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن عملية اختيار المستفيدين تم بالتعاون ما بين حياة كريمة وجمعية الأرمان من خلال التركيز على الفئات المستحقة للدعم والتي تضم المرأة المعيلة وذوي الهمم، وتستهدف المرحلة الأولى تمكينهم في الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتهم في أعمال منتجة تسهم في تحقيق حياة كريمة لأسرهم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم للخروج من دائرة الاحتياج إلى الاكتفاء والإنتاج. النهاردة التحالف الوطني عامل مبادرة 600 ألف باب خير، استفاد منها أهالي وأبناء محافظة الدهلية ب90 كارت. دي أول مشروع لنا، الكارد قيمته 30 ألف جنيه، 15 ألف جنيه كارد حسن بيسدد على 20 شهر، و15 ألف جنيه لا ترد. دي عشان يبقى في مصداقية لنجاح المشروع. وتحت مظلة التحالف الوطني النهارده أطلق مبادرة للتمكين الاقتصادي لبعض الأسر الأكثر احتياجا. النهارده قدرنا نوزع 16 تمكين اقتصادي 16 كشك ل 16 أسرة، بجانب طبعا إن احنا وزعنا قروض لاستمرارية هذه الأكشاك 15,000 تترد على 20 شهر، ومنحة 15,000 في حالة إن الأكشاك ديت استمرت إن هي شغالة. أنا عندي مشروع سوبر ماركت وكنت بفكر إن أنا أكبره، ومساعدة الأرمان قدرت إن أنا أكبره الحمد لله، وناس كويسين يعني ما فيش إجراءات كتيرة ولا أي حاجة، والحمد لله يعني قدرنا نصرف الكارد وتكبر المشروع بتاعي إن شاء الله. الإجراءات طبعا أنا صورت شهادة الميلاد والبطاقة والأوراق الشخصية وقدمتها عشان المشروع بتاعي. أنا عندي سوبر ماركت صغير ومحتاج الكارت عشان أدعم المشروع وأوسع شوية.